اسم عبد الحي الخيمر عبد اللطيف، فني على مكنه، رئيس قسم. مطالبنا من الدكتور شيرين انه يحترم الورقه اللي كتبها مع الحاكم العسكري، وهي علاوات 17%، تفعيل 50%، الشهور الفرديه بتزيد مع العلاوه. ده كل مطالبنا منه، احنا ما طالبينش اي حاجه زياده. مطالبنا هي اتفقنا معاه باتكال اللي كان اتفاق اللي بيننا وبينه مع الحاكم العسكري، مش طالبين اكتر من كده. والله لغايه النهارده يمكن حوالي 4114 عامل اللي هم متضررين. الشركه بتنتج سلعه، يعني سلعه استراتيجيه، الدواء. يعني انت بص حضرتك، وقفت الناس دي في الشارع كده، ودول كلهم فنيين على مكن، المكن ده كله واقف النهارده. طيب انت حضرتك، انت دلوقتي حصل نقص في السوق المحلي بسلعه الدواء، احنا عندنا حوالي 365 سلعه اتاثرت النهارده. انا مش عارف لمصلحه مين. طب لو هل احنا عايزين نطلع بمصر فعلا، وعايزين فعلا ان مصر دي تتقدم، نوقف مكانها ومصالحها توقف؟ ولا دي مثلا، انا بحس ان اللي بيحصل ده انه دي مؤامره على مصر، دي مؤامره على مصر. اللي فعلا بيحب مصر النهارده يخلي كل مكنه تنتج، لكن اللي بيوقف المكنه ده دي مؤامره على مصر. اللي بيحب مصر يشغل مكانها، ما يوقفش مكانها. احنا من حضرتك، احنا مرميين في الشارع، احنا عايزين نشغل مكاننا، عايزين ناخد حقوقنا اللي متفقين عليها. احنا مش واقفين في الشارع هنا عشان الناس تتفرج علينا الرايح والجاي، مش عايزين نخرب بيوتنا بايدينا. مش احنا اللي افادنا المصنع؟ شو كلام زي ده؟ ازاي الناس، انا واحد من ضمن الناس ليا 18 سنه في الشركه، ده انا بحب المكن وبحب الشغل اكتر ما بحب بيتي. ازاي يعمل معانا كده؟ احنا بجد روح مش مستوعبين ان هو يطردنا من الشركه. في تضامن مصنع الاوروبيه، وفي تضامن كذا مصنع. يعني انا دلوقتي معلش، يعني انا تفكيري مشتت، مش عارف ارتب لك كلمات. في مصانع المجموعه، اغلبيه مصانع المجموعه هتوقف بسبب المشوار ده. احنا عايزين حد من المسؤولين. وزاره القوه العامله هي اللي النهارده لنا اسبوع قدام منها ما حلت ولا عملت اي حاجه. مش عارف انا في ايه، فين المسؤولين في البلد؟ فين المسؤولين في البلد يسمعوا صوت العمال؟ حرام عليكم، اتقوا الله فينا، احنا عايزين نشتغل، عايزين حقوقنا، مش طالبين اكتر من كده.